إلى خبز أمي وقهوتي أمي. كان عمر درويش 6 سنوات في العام 48 حين أخرجت أسرته إلى طرقات المنفى كمثل مئات الآلاف من الفلسطينيين. إلى أين تأخذني يا أبي؟ إلى جهة الريح يا ولدي. لماذا تركت الحصان وحيداً؟ لكي يؤنس البيت يا ولدي، فالبيوت تموت إذا غاب سكانها. وهيك كانت أوضة هنا ينام فيها محمود. هذا البئر كان يشرب منه محمود مي. كان أبي يسحب الماء من بئره ويقول له لا تجف. في كافة أنحاء العالم العربي حيث للشعر مكانة خاصة يكن الناس له حباً كبيراً. أشعر براحة خطرة على أن ما كتبته قد أراحني وقد أخرج العذاب من داخلي، أي حررني. أنا من هنا وهنا أنا وأنا أنا وهنا أنا وأنا أنا.